أهلا بحضراتكم مرة أخرى. كان أفادت مراسلتنا آلاء نبيل المتواجدة في جامعة الأزهر أن بعض الطلبة قاموا بإشعال النيران داخل صوب زراعية بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، وذلك في إطار ما يقوم به طلاب تنظيم الإخوان المعتمد إرهابيا من قبل الحكومة المصرية. بالأمس كانت هناك بالتأكيد اشتباكات منذ الظهيرة وحتى ساعة متأخرة من الليل ما بين الطلبة المنتمين لتنظيم الإخوان والمتواجدين بسكن الطلبة بجامعة الأزهر بمدينة نصر بالحي السادس وبين قوات الشرطة. هذه المواجهات التي استمرت فترة طويلة حتى ربما وقت السادسة مساء أو الخامسة مساء قوات الشرطة تراجعت وتقدمت أو يعني اشتبك في هذه الفترة حتى ساعة من الليل بعض الأهالي القانطين أو القانطين في محيط هذه المنطقة محيط المدينة الجامعية، اشتبكوا مع الطلبة وكان هناك تبادل للرشق بالحجارة. النائب العام أمر ببدء أو فتح تحقيقات في أحداث المدينة الجامعية التي وقعت بالأمس، وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الاشتباكات وتحريض بعض الأشياء التي وجدت هناك. معي من جامعة الأزهر مرة أخرى مراسلة سي بي سي زميلة آلاء نبيل. آلاء أهلا بك مرة أخرى، تحديدا ما الذي يحدث في كلية الزراعة الآن؟ أنا أمام كلية الزراعة، يوجد اشتباكات بين قوات الأمن وبين الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي. أرى من موقعي تكتلات للأمن ترد بين الحين والآخر القنابل المسيلة للدموع ترد عليها يرد عليها الطلاب بالضرب بالحجارة بالرشق بالحجارة. هناك يعني عمليات كرر مستمرة ومتقطعة. طيب ما الذي أدى إلى هذه المواجهة؟ يعني ما السبب الذي دفع قوات الأمن للاشتباك مع الطلبة؟ اعتقد ان بعد فض المظاهرات في الصباح هذه التكتلات في العودة الى الخلف او في اخر الجامعة، ومن هنا بدأت عادة الاشتباكات مرة اخرى. طيب نرى الان الصورة الامن لهم. نعم نرى الان يا آلاء الصورة امام المبنى او مدخل الكلية، هو في حالة من الهدوء، قوات من الشرطة تقف امام الباب الرئيسي فقط. هذا حقيقي، بين الحين والآخر تتجدد الاشتباكات، تهدأ برهة وبعد برهة أخرى يطلق القنابل، تطلق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وترد عليهم الطلاب بالحجارة. طيب يحاول بين الحين والآخر قوات الأمن الالتفاف حول السور وحول المبنى لضبط هؤلاء الطلاب، ولكن قد تنجح المحاولة وقد تفشل مرات. طيب سمعنا أن هناك إحراق للطلبة لبعض الصوبات الزراعية داخل الجامعة. لم أسمعك جيداً. أن هناك إحراق لبعض الصوب الزراعية داخل الجامعة داخل كلية الزراعة، هل هذا حقيقي؟ لا أرى من موقعي أي حريق لأي شيء، ولكن عشم رائحة إحراق العجلات او الاطارات لتخفيف القطارات، وذلك لتخفيف من وطأة القنابل المسيلة للدموع. يعني فقط احراق للاطارات فقط داخل كلية الزراعة بجامعة الازهر وليس احراق لاي مبنى او لمشاتل او ما شابه ذلك. طيب اشكرك شكرا جزيلا آلاء نبيل مراسلة سي سي في جامعة الازهر، ونتمنى ان تتوخوا الحذر في تحركاتكم داخل الجامعة. شكرا جزيلا لك. أتحول إلى شق آخر في هذه التغطية ورؤية ما يحدث في الجامعات المصرية. بالتأكيد هناك مشاهد حتى من داخل جامعة الأزهر، هناك طلبة كثر يؤدون الامتحانات، الآن توجهوا إلى اللجان الخاصة بالامتحانات، حتى داخل كلية التجارة التي أحرقت تم نقل اللجان الخاصة بالصف الثالث والصف الرابع بكلية التجارة جامعة الأزهر بنين إلى جزء آخر، أو حتى بنات كذلك كلية التجارة بشكل عام تم نقل لجان الامتحان إلى مبنى آخر، والطلبة أدوا الامتحان والحمد لله في سهولة وفي يسر، والأمور كانت منضبطة إلى حد كبير في مسألة الامتحانات في عدد من الكليات الأخرى. هذا بالنسبة لجامعة الأزهر، لكن ما الذي يحدث في باقي الجامعات المصرية؟ الحمد لله الحمد لله، ربما تكون الأمور جيدة وربما تكون أفضل. دعونا نتعرف عن قرب عن تفاصيل هذا المشهد تحديدا في أم الجامعات المصرية في جامعة القاهرة. ومعي على الهاتف الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة. دكتور عادل أهلا بحضرتك.
تحياتي يا استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ اهلا بسيادتك دكتور عادل، اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. يعني كيف هي الامور؟ يعني هل هناك كليات اليوم اجريت فيها انتخابات النصف الاول في جامعه القاهره؟ وان كان بنعم، كيف تسير الامور؟ الحمد لله حضرتك، احنا عندنا امتحانات اليوم السبت في عدد من كليات الجامعه. الامور عندنا هادئه تماما. بعض القنوات التلفزيونيه ومنها قناه سي بي سي جت صورت النهارده وشافت الوضع على الطبيعه. بعض الزملاء الصحفيين بكاميرات الصحف جم صوروا الوضع. الوضع عندنا بالنسبه لجامعه القاهره ممتاز الحمد لله، هادي. الامن الاداري يسيطر على الموقف تماما. الجو النفسي والامن بالنسبه للطلاب على افضل ما يكون. عدد الموظفين واعضاء هيئه التدريس داخل اللجان يبث الطمأنينة في نفوس الطلاب، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكتمل امتحانات جامعة القاهرة على خير بهذا المستوى بإذن الله. طيب فيما يخص كلية الهندسة يا دكتور عادل، يعني هل الأمور ستسير بشكل منتظم؟ مسألة تقديم الدراسة في الجزء العملي أو الاختصار على ما تم تدريسه، هذه الأمور التي أثيرت منذ نحو أسبوعين، يعني أين وصلت؟ حضرتك فيما يتصل بالأسبوعين اللي تم إلغائهم، تم الاتفاق مع الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة انه سيتم تدريس هذين الاسبوعين عقب انتهاء اجازه نصف العام باذن الله. ترحيلهم للنصف الثاني ستختلف نعم الامتحانات على ما قام الطلاب بتدريسه على ارض الواقع بالفعل. طيب امتحانات كليه الهندسه، كافه الامتحانات التي تتم حضرتك داخل حرم الجامعه والامتحانات التي تتم في الكليات والمعاهد خارج حرم جامعه القاهره، كافه التقارير التي وردت الي الان من مدير الامن تسير والحمد لله بشكل جيد ومطمئن. الحمد لله، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة. الحمد لله الأمور فيها هادئة والامتحانات تسير بشكل منتظم. نتحول إلى محافظة الدقهلية تحديدا، إلى جامعة المنصورة، نتعرف كيف هي الأوضاع هناك في هذه المدينة المكلومة. معي الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة. دكتور سيد أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور سيد. يعني هل هناك امتحانات في الجامعه هذا الصباح؟ الحمد لله عندنا امتحانات في 11 كليه بدات من التاسعه صباحا الفتره الاولى للامتحانات، ونحمد الله سبحانه وتعالى ان الامتحانات تسير الحمد لله بشكل طبيعي تماما والامور هاديه تماما، والحمد لله الطلبه منتظمون والاساتذه متواجدون وكل يؤدي واجبه والحمد لله على اكمل وجه. وانا في الجامعه منذ 8:30 صباحا متابع كل الامتحانات في كل الكليات، وان شاء الله عندي الامر بنفسي في الفتره المسائيه، لان في بعض الكليات عندها فتره مسائيه تبدا من 12 او برئت من 12، وفي كليات عندها فتره مسائيه تبدا من الساعه 1:30. ان شاء الله هنمر عليها جميعا، والحمد لله اطمئنكم واطمئن مصر كلها ان الامتحانات حتى الان الحمد لله تسير بهدوء تام وبانتظام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم ذلك حتى نهاية الامتحانات بإذن الله إن شاء الله. دكتور سيد، يعني هل هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها من قبلكم ومن قبل وزارة التعليم العالي لتأمين الامتحانات وأن تخرج بشكل آمن بالنسبة للطلبة؟ خاصة يعني شهدنا يعني طبعا الحادث المأساوي الخاص بمديرية الأمن، شهدنا بعض الأحداث الفردية الأخرى في محافظة الدقهلية وتحديدا في مدينة المنصورة أو في طلخة، فهل هناك بالتالي إجراءات احترازية داخل الجامعة؟ دكتور سيد؟ دكتور سيد هل تسمعني؟ اسمعك كويس. كنت بسأل سيادتك يا فندم، هل هناك اجراءات امنيه احترازيه داخل الجامعه؟ وصلني السؤال حضرتك، يعني بقول لحضرتك ان احنا فعلا بنسير وفق خطه، والاجراءات الاحترازيه والاستباقيه الحمد لله متخذه منذ فتره طويله على مستوى الكليات وعلى مستوى الجامعه وعلى كل المستويات، والحمد لله بكل شيء يعني حسابه، ونأمل سبحانه وتعالى ألا نلجأ إلى أي إجراء من الإجراءات أكثر من تأمين الطلاب في أداء الامتحانات في جو يعني هادئ يتيح لهم التفكير ويتيح لهم أن يجاوبوا وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة إن شاء الله.
أشكر سيادتك شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة. نتمنى إن شاء الله الأمور في كل جامعات مصر تسير على الوجه الأمثل. رأينا جامعة القاهرة على لسان المتحدث باسم الجامعة، رأينا الآن جامعة المنصورة على لسان رئيس الجامعة. الحمد لله الامتحانات تسير في عدد من كليات الجامعتين وباقي الجامعات المصرية بشكل سلس وبشكل سهل، لكن يبدو أن الحال لا يريد أن يستقر بأي حال من الأحوال في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر خاصة وجامعة الأزهر عامة. معي من أمام المدينة الجامعية للطلبة بجامعة الأزهر بالحي السادس في مدينة نصر الزميل كريم يسري مراسل سي بي سي. كريم تحياتي لك. كريم رجب تحياتي لك، أعتذر يا كريم، أهلا بيك. كريم؟ نعم أسمعكم. نعم كريم، كنت أسألك يعني كيف هي الأوضاع أمام المدينة الجامعية؟ هل هناك بداية للاشتباكات هذا اليوم؟ يعني بعد أن اشتعلت الأوضاع في جامعة الأزهر فرع البنين صباح هذا اليوم، وقامت قوات الأمن بالسيطرة على الأوضاع داخل جامعة الأزهر فرع البنين، انتقلت بدورها هذه الاشتباكات أو هذه الأوضاع إلى جامعة الأزهر فرع البنات، بعد ان قام بعض الطلاب الذين يتبعون الى التنظيف والاقتحام السور الذي يفصل بين الجامعيه للطلاب البنين وكذلك جامعه الازهر فرع البنات، وحاولوا التسلل الى داخل جامعه الازهر في محاوله لتعطيل اجراء عمليه الامتحانات نصف العام، ولكن يعني قامت قوات الامن بعد ذلك بتعزيز قوتها وقاموا بالدخول الى هذه يعني الى نقطه قريبه من السور الذي يفصل بين المدينه الجامعيه لطلاب البنين وكذلك جامعه الازهر فرع البنات، وقوات الامن الان تتعامل مع باستخدام القنابل المسيله للدموع وكذلك استخدام الطلقات التحذيريه طرفا اخرى، وطرفا اخرى ايضا يستخدمون يعني يبدئون الاطراف القوات الامن المركزي التي تتمركز هنا يعني داخل جامعه فرع البنات يبدلون الطلاب بالحجاره، حيث قام بعض الطلاب ايضا برشق قوات الامن بالحجاره مما دفع بعض افراد قوات الامن هنا بمبادلته بإلقاء الحجارة أيضا. وهناك يعني عدد من القيادات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة يعني تتواجد هنا داخل أسوار جامعة الأزهر فرع البنات وبالقرب من السور الذي يفصل يعني بين الأزهر والمدينة الطلابية البنين لجامعة الأزهر. هناك بعض الطلاب أيضا يعني يتمركزون فوق أسطح المباني الخاصة أو المنشآت الخاصة بالمدينة الجامعية ويقومون برشق الحجارة ويرددون بعض الهتافات المنوهة لقوات الشرطة والجيش، وأيضا هناك بعض الطلاب الذين طالبات الذين يقومون أيضا بالنسبة الآخر بترديد منوهة لقوات الشرطة التي تتمركز هنا داخل جامعة الأزهر من أجل يعني إعادة السيطرة على الأوضاع داخل جامعة الأزهر فرع البنات، خاصة وأن هناك حالة من الزار بين بعض الطالبات وكذلك المدينة الطلابية للبنات المقابلة لجامعة الأزهر فرع البنات، وهناك يتواجد عدد كبير أيضا من الطالبات خارج أسوار فرع الجامعة يعني خوفا من الدخول والشبكات، وأيضا هناك إحصار للقنابل المسيلة للدموع يعني التي طرقت منذ قليل وهي تؤثر على يعني طرد أو تسببت في وجوب بعض الاختناقات بين صفوف الطالبات، وحتى الان يعني قوات الامن يعني تتمركز هنا وتتعامل مع هؤلاء الطلاب. ومن ناحيه اخرى كان هناك جوله لنائب رئيس جامعه الازهر الدكتور ابراهيم الهدهد الذي اكد ان عمليه الامتحانات هي قد تاجلت يعني ساعه او ساعتين تقريبا، ولكنها تسري بشكل تام في جميع الكليات في جامعه الازهر سواء البنين او البنات. طيب أشكرك شكرا جزيلا كريم رجب المتواجد أمام المدينة الجامعية للبنين والمتواجد حاليا أيضا في جامعة الأزهر فرع البنات على هذه التغطية، ويبدو أن هناك تجدد واحتدام للمواجهات من جديد لليوم الثاني بين الطلبة في المدينة الجامعية وأيضا في كلية الزراعة. الطلبة يعتلون أسطح المباني ويرشقون قوات الأمن بالحجارة كما تتابعون في الجزء الآخر من الشاشة. الحقيقة جي في عجالة الآن يعني بيان من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كنا نقلنا عن رئيس النادي
الدكتور حسين عويضة منذ قليل أن الأساتذة كانوا بيطالبوا بوقف الدراسة وباعتبار هذا السنة سنة رسوب بالنسبة للجميع وغلق المدينة الجامعية، وكانوا على وشك أن يعقدوا اجتماعا طارئا. يبدو أن الاجتماع قد انفض وخرج بمجموعة من القرارات والمطالب. أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر بيطالبوا في بيانهم الذي أظهروه منذ لحظات قليلة، طلبوا بضرورة غلق المدينة الجامعية بنين بعد أن أصبح بها 1200 طالب يقومون بأعمال الشغب والعنف ويستغلون مقر المدينة لإثارة العنف وتعطيل الدراسة. هذا أول مطلب. أيضا نادى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر عقب الاجتماع برئاسة الدكتور حسين عويضة رئيس النادي أنه لابد من اعتبار تعطيل الامتحانات جريمة جنائية، أن كل من يعطل الامتحانات من هؤلاء الطلبة الموجودون أمام حضراتكم أنهم مجرمون جنائيا، ولابد من تواجد الشرطة داخل لجان الامتحانات وفي الكليات في هذه الأثناء. إذن طلب إغلاق المدينة الجامعية بنين فقط وليس بنات، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني تجريم كل من يمنع إجراء الامتحانات وأيضا تواجد الشرطة داخل لجان الامتحانات أو في الكليات تحسبا لمحاولات إعاقة عمل هذه اللجان. بالتالي تم التخلي تماما عن فكرة وقف العام الدراسي واعتبار العام عام رسوب، تم إلغاء هذه الفكرة بالكليا نتيجة حتى لرفض عدد من أساتذة ومن عمداء كليات جامعة الأزهر بصفة عامة لهذا المطلب. إذن فقط أعضاء هيئة التدريس في الأزهر يقولون لابد من إغلاق المدينة الجامعية بنين وكذلك تواجد الشرطة داخل لجان أو بالقرب من لجان الامتحانات في الكليات واعتبار من يعطل أعمال الامتحانات أنها جريمة جنائية. كان هذا بيان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. فاصل قصير ونستكمل معكم هذه التغطية.